in the question form في صيغة السؤال. طبعا غالبا ما نستخدم هذا الزمن في حياتنا اليومية، بدنا نسأل سؤال: هل لديك حساب على الفيسبوك؟ هل لديك boyfriend or girlfriend and so on. دائما ما نستخدم الزمن المضارع البسيط. Anyway، خلينا نتعلم مع بعض شو هو المضارع البسيط في صيغة السؤال. نبذة سريعة عن الـ question form قبل ما ندخل بتشكيله. لو بدي أحول أي جملة في الزمن المضارع البسيط من الـ affirmative form، من الصيغة المثبتة، إلى صيغة السؤال، بدي فاعل مساعد. So أفعال المساعدة إن المستخدمة في المضارع البسيط هي do أو does. Okay, so to transfer a sentence in the present simple from the affirmative form to the question form, you need an auxiliary verb. Could be do or does. The auxiliary verbs comes, so الأفعال do does تأتي غالبا في بداية الجملة. It comes at the beginning of the sentence. And the answer will be yes or no. الجواب راح يكون نعم أو لا فقط. لاحظ المثال التالي. عندي هون جملة في الزمن المضارع البسيط. طبعا اللي دلني انه جملة في الزمن المضارع البسيط هي كلمة every، ان في كلمات ان تواجد في الجملة بتدل انه الجملة في الزمن المضارع البسيط. So they play football every weekend. يلعبون، هم يلعبون كرة القدم كل جمعة وسبت اللي هن عطلة نهاية الاسبوع. So لاحظ ترتيب الجملة: الفاعل ومن ثم الفعل ومن ثم تتمة الجملة. والجملة هون في الaffirmative form، في الحالة الإيجابية. طب أنا بدي أسأل سؤال، بدي أقول هل يلعبون كرة القدم كل نهاية أسبوع؟ سو كل ما عليه هو يحط الدو أول شيء، أوكي؟ دو ذي، ودائما وبحط الجملة مثل ما هي. سو دو ذي بلاي فوتبول إيفري ويكند باختصار. سو بإضافة فقط كلمة دو صار سؤال. طبعا الجواب راح يكون يس أور نو. لاحظ المثال الثاني. She eats three meals a day. هي تأكل ثلاث وجبات في اليوم. طبعا ضفنا هون S إلى آخر الفعل لأنه أنا عندي هون الضمير she. أوكي، والجملة في الزمن المضارع البسيط باختصار لأنه عم نحكي على شيء بتعمله روتيني. هي تأكل كل يوم ثلاث وجبات، أو في اليوم ثلاث وجبات، شيء روتيني. استخدمنا المضارع البسيط. السؤال هون راح يكون: هل هي تأكل ثلاث وجبات كل يوم؟ So هون المستخدم الفعل المساعد does. So does she eat 3 meals a day. لاحظ ما ضل في عندي S لآخر الفعل، فقط الفعل من دون أي إضافات. So لا تدخل الدو أو الدز على الجملة، الفعل يأتي من دون أي إضافات. So does she eat 3 meals a day. مراجعة سريعة للpresent simple في جميع حالاته، بالaffirmative form والnegative form والquestion form. لاحظ بالaffirmative form مثل ما تعلمنا الضمائر الـ I, you, we, they بيجي بعد مباشرة الفاعل في التصريف الأول ومن ثم تتمة الجملة. النيجاتيف form مثل ما تعلمنا الـ I, you, we, they بيجي بعد مباشرة الـ don't ومن ثم الفاعل في التصريف الأول وتتمة الجملة. So الإضافة هون كلياتها يا جماعة في كلمة الـ don't. لاحظ. So هون بس ضفنا كلمة الـ don't نفيت الجملة. الحالة الثالثة اللي هي الـ question form، لاحظ تأتي الدو في بداية الجملة مع الضمائر الـ I, you, we, they. So أنا بس شوف الضمائر الـ I, you, we, they، نستخدم الفعل المساعد do مباشرة. So do ومن ثم الضمير اللي هو الفاعل ومن ثم الفعل في التصريف الأول ومن ثم تتمة الجملة. بالنسبة للضمائر الـ he والـ she والـ it بالـ affirmative form، طبعا مثل ما تعلمنا he plays she eats، بنضيف الفعل في التصريف الأول في الزمن الحاضر مع إضافة S إلى آخر الفعل بالنسبة للضمائر اللي هي والشي والإيت ومن ثم تتمة الجملة. For example مثل ما أخذنا بالمثال السابق She eats three meals a day. هي تأكل ثلاث وجبات في اليوم. لاحظ بالنسبة للنيجاتيف فورم لحالة النفي اللي هي والشي والإيت، ضمائر اللي هي والشي والإيت، بنضيف لهم فقط doesn't. So من بدال don't مع الـ I, you, we, they، هون صارت doesn't مع الضمائر he والشي والإيت. So he doesn't, she doesn't, it doesn't، ومن ثم الفعل في التصريف الأول من دون أي إضافات وتتمة الجملة. الحالة الثالثة هي صيغة السؤال اللي هو درسنا اليوم. does تأتي في بداية الجملة مع الضمائر he والشي والإيت. Okay, so does ومن ثم he أو she والإيت من ضمائر الفاعل، ثم الفعل في التصريف الأول من دون أي إضافات أيضا، ومن ثم تتمة الجملة. Anyway خلونا نأخذ أمثلة مع بعض لحتى نعرف أكثر وأكثر المضارع البسيط في صيغة السؤال. لاحظ عندي جملة هون في الأفيرماتيف فورم: We run 5 miles every day. نحن نرقد
5 مايلز اللي هي تقريبا 6 كيلومتر كل يوم. اوكي جايز، سو اول شيء، هل الجمله في الزمن الحاضر البسيط؟ نعم. لماذا؟ لانه انا عندي كلمه every day في الجمله. اوكي، انه بس تتواجد every في الجمله تاكد انه الجمله في الزمن الحاضر البسيط. طبعا الوي هون الرن من دون اي اضافات، الفعل في التصريف الاول لانه الضمير عندي هون وي. بدي اجي حاليا اسال سؤال، بقول له بدي اسال هل نحن نركض 5 مايلز كل يوم؟ سو بالنسبة للضمير الوي يأخذ الفعل المساعد دو، والدو في حالة السؤال تأتي في بداية الجملة. So do we run 5 miles every day؟ ثم الـ question mark of course. باختصار، اوكي، بس إضافة الدو إلى أول الجملة وتحط الجملة مثل ما هي. So do we run 5 miles a day or every day؟ طبعا مثل ما تعلمنا الإجابة راح تكون yes or no. فقط باختصار yes or no. لاحظ المثال اللي بعده أو الجملة اللي بعدها، she has 5 houses، هي لديها أو هي تملك 5 بيوت. بدي أسأل سؤال، بدي أقول هل هي تملك 5 بيوت؟ لكن قبل ما أسأل السؤال اتذكر إنه ال have تتحول ل has. أوكي، so المصدر هو have، مصدر الفعل هو have. أوكي، so بهالحالة بدي أقول مع الضمير she بنستخدم الفعل المساعد does. Does she have 5 houses؟ ال has رجعت للمصدر. اوكي جايز، ال have هون رجعت لل has، سوري، تحولت لل have للمصدر. سو مصدرها هو have، ليش؟ لانه دخلت does على الجمله، صار في عندي does. سو does she have 5 houses؟ هل هي تملك 5 بيوت؟ لاحظ الجمله اللي بعدها، it seldom plays with her kids، هي نادرا ما تلعب مع اولادها. طبعا ان السيلدوم تاتي بمعنى نادرا ونسبتها كثير قليله جدا، عندي الريرلي نادرا ومن ثم السيلدوم اقل من الريرلي، يعني بشكل شحيح. طبعا ان السيلدوم اذا تواجدت بالجمله فالجمله بتدل انه هي في الزمن الحاضر بسيط مباشره. سو ضفنا اس، ليش؟ لانه حطيت ايت مع الضمير ايت. اوكي جايز، بنضيف اس الى اخر الفعل في حاله الافيرماتيف. سو شي سيلدوم بلايز وذ هير كيدز، هي نادرا جدا ما تلعب مع صغارها. بدي حاليا اجي انفي هالجمله، انفي نفي. اوكي، سو بقول it doesn't seldom play with her kids. So it doesn't seldom play with her kids. اوكي، هذا هون عندي النيجاتيف. ليش استخدمنا doesn't؟ لانه في حاله النفي مع الضمير it نستخدم الفعل المساعد does not، لو نتذكر does not seldom play with her kids. طب بدي اسال السؤال، بدي اقول هل هي نادرا تلعب مع صغارها؟ سو بهالحاله بنقول does it seldom play with her kids. لاحظ كذلك الامر، الفعل رجع للمصدر من دون اي اضافات في كلا الحالتين. لاحظ، سو هون البلاي وهون البلاي من دون اضافه الاس، مثل الهاز بتصير هاف، لكن هون فقط اس، بنشيل الاس بنحط الفعل في حالة المصدر في حالته الأصلية. So does it seldom play with her kids؟ هذا طبعا هون عندي الـ question form، طبعا الجواب راح يكون yes or no. He has 3 Facebook accounts، هو لديه 3 حسابات على الفيسبوك. طبعا هنا الجملة في الزمن الحاضر البسيط باختصار لأنه نحن عم نحكي على شيء عام، شيء عام. اوكي، سو أنا حاليا بدي أسأل سؤال، بدي أقول هل هو لديه 3 حسابات على الفيسبوك؟ أوكي، سو باختصار بنقول does he، استخدمنا does لأنه عندي الضمير الفاعل he. أوكي، سو does he ال has إنه بصير have في حالة المصدر. سو does he have 3 Facebook accounts؟ هل هو لديه 3 حسابات على الفيسبوك؟ سو أول حالة عندي الضمير he، حطيت ال does فورا، الفعل المساعد does في بداية الجملة، ومن ثم بطلع الفعل الهاز بحوله للمصدر هو الهاف. So does he have 3 Facebook accounts؟ طبعا إشارة الاستفهام الكويشن مارك آخر شيء ما ننساها. طبعا مثل ما تعودنا في نهاية كل فيديو في عنا كويز صغير بتمنى تحلوه بكومنت بليز. The first sentence says هل لديك أصدقاء؟ طبعا سؤال، لاحظ سؤال بصيغة عامة، فهون بدي استخدم المضارع البسيط. السنتنس اللي بعدها، كم مرة تذهب إلى الجيم بالأسبوع؟ طبعا الجيم هو نادي الحديد. اوكي جايز، سو كم مرة تذهب إلى الجيم في بالأسبوع؟
حاول تحلهم بالكومنت وراح احاول اصحح لك اياهم ان شاء الله. Anyway guys, thank you so much for watching me and see you next video.